أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الأول، الكثير من الشوق والكثير من الحماس لبداية أسبوعنا الأول. سنقوم بهذا الفيديو بعرض أهم محاور التي سنقوم بطرحها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. دعونا نبدأ. بداية، أردت أن أجمع لكم أهداف حصتين لكسر الجليد. الأولى ستكون التواصل لنتعرف إلى بعضنا البعض، وأيضاً نتعرف إلى قوانين الصفية. أما في الحصة الثانية فسنتعرف إلى منهاج المادة ومصادرها المختلفة وكيفية استخدام كل مصدر. سندخل إلى تفاصيل الخطة الفصلية والخطة الوحدة والمتطلبات والمصادر وكل الأمور التي تتعلق بمادتنا. هذه هي مفردات الحصتين. الأولى ستكون كسر الجمود، تواصل، قوانين صف، سياسات مدرسة. الثانية ستكون الصفحة الرئيسية، الخطوط العريضة، سير المنهاج، مصادر المادة، التوزيع الأسبوعي للدروس. أيضاً خلال حصة التعارف سنقوم بالكثير من التسلية وعرض الألغاز المسلية التي من شأنها أن تقرب المسافة بيننا وأن نتعرف إلى بعضنا البعض من خلالها. أيضاً سننوه إلى أمر مهم جداً هو التخطيط. فكما خططت أنا كمعلمة لما سأقدمه لك، عليك أن تخطط لتحقيق هدفك. حدد هدفك، حدد نقاط ضعفك، فكر بطريقة لعلاج هذا الضعف. سأكون معك أولاً بأول، وسأدعمك بالطبع عزيزي الطالب. بعد ذلك سندخل إلى درس الاستماع. درس الاستماع يتحدث عن بطل من أبطال معركة الكرامة. سنستمع إلى قصة مؤثرة جداً يستشهد فيها البطل خضر، وقمت بتزويدك ببعض الفيديوهات في صفحة منصة المدرسة التي ستسمع فيها الصوت الحقيقي لهذا الشهيد البطل. كيف قاوم الجيش الإسرائيلي؟ كيف صمد أمام هذا الجيش؟ ومن ثم ارتقى شهيداً. بعد أن نستمع لنص الاستماع، ستقوم بحل أسئلة نص الاستماع الموجودة في كتاب التدريبات. ونحن نحب الحياة. محمود درويش، الشاعر الفلسطيني، شاعر المقاومة، يصف في هذه القصيدة الإنسان الفلسطيني الذي يعيش حياة صاخبة بين معان متضاربة بين الموت والحياة. هنا تفاصيل الحياة الجميلة ما استطاع إليها سبيلا. سيكون هذا النص هو نص القراءة في حصة القراءة، وسنجري كالعادة مسابقة القراءة لمن يقرأ بأقل أخطاء ويحصل على علامات إضافية كما نفعل دائماً. النص مليء بالتشبيهات، مليء بالحياة، مليء بالصور النابضة بالحركة. ونحن نحب الحياة، ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. سنقوم بالقراءة في هذه الحصة فقط. بعد ذلك عزيزي الطالب، سنقوم بتحليل القصيدة.
وعند بوابة النص نقف لنرى أن القصيدة تقوم على المفارقات، المزج بين الحياة والموت، خليط عجيب بين الزرع والاستشهاد، أمور كثيرة تزخر فيها. أيضا استخدام الرمز بدلالات لا بد من الإشارة إليها، المئذنة رمز للارتفاع، النخل رمز للشموخ أيضا، والخير والبركة والعطاء وغيرها من الرموز والدلالات التي تعج بها هذه القصيدة. أتوقع أنك ستستمتع بهذا النص كثيرا. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.